شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم. كان من المفروض أن اليوم نستكمل الكلام عن النوع الخامس من أنواع الهجر، ألا وهو هجر الاستشفاء بالقرآن، ولكن يعني هنبدل اليوم كما تعودتم منا على هذا، وأظن حضراتكم مش هتملوا مني. يعني يوم الخميس إن شاء الله نستكمل الكلام عن الاستشفاء بالقرآن، واليوم هيعود الموعد للأداء القرآني، هيبقى ثلاثاء الأداء القرآني، والخميس بإذن الله تعالى الكلام عن أنواع الهجر. وإحنا بإذن الله تعالى هننتهي من الكلام عن أنواع الهجر قبل رمضان، وبعد العيد بإذن الله تعالى لنا شكل جديد في برنامج ألف لام ميم. عايز أنوه عن حاجة تانية، إن يوم الثلاثاء القادم هيبقى لينا حلقة خاصة مع شيخنا الجليل العالم بالقرآن والقراءات، شيخنا الشيخ عادل الفنجري، واللقاء هيبقى خاص جدا بالدورة الجديدة لهذا العام من دورة أهل القرآن. ومعنا الآن على الهاتف شيخنا الشيخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أشرف، جزاك الله خيرا ونفع الله بك. الله يرفع قدرك سيدنا، ربنا يحفظكم إن شاء الله. سيدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء إحنا أسعد أو حضرتك تستضيفني بقى، يعني باستضافة فضيلتك يوم الثلاثاء للكلام عن الدورة وشكل الدورة وإيه المواصفات للمتقدم للدورة وحال الدورة عموما، نتكلم عنها بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله سأشرف بلقاء فضيلتك وبلقاء المشاهدين الكرام وأحباب القرآن الكريم. وأنا أسعد بلقائك شيخنا، وإحنا ندين لله بتقبيل يد فضيلتك ورأس فضيلتك. الله يعزك، عزكم الله، عزكم الله. لا يفوتني إلا إن أنا أتوجه طبعا بالشكر الكبير لقناة الندى ولرئيسها الفاضل الأخ الفاضل إبراهيم العروبي، اللي بيقف معانا في كل خطوة بنخطوها، والشكر لهم طبعا. يعني أيام ما كنت أنا مريض، يعني ما شاء الله دعوا الناس للدعاء، وأظن أن الله تبارك وتعالى تقبل من المشاهدين الكرام. فالشكر المتكرر لقناة الندى وللعاملين بها كلهم إن شاء الله تعالى. يعني أسأل الله أن يتم عليكم نعمة الصحة والعافية يا شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك شيخ أشرف، سأشرف بلقاء فضيلتك إن شاء الله. الشرف لينا سيدنا، ربنا يرفع قدرك الدنيا والآخرة. الله يحفظكم شيخنا، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا، تفضل. الله يكرمك سيدنا، تفضل سيدنا، ربنا يحفظكم. تفضل. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي دعوة مني لحضراتكم لمتابعة الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، يعني تروا بإذن الله تعالى شيخ أحسبه من أهل القرآن ولا أزكيه على الله، والله حسيبه هو شيخنا الشيخ عادل. عندما أنظر في وجهه يعني أجد نور القرآن، فصلى الله يبارك في عمره وننفعنا بعلمه. قولوا أمين، أمين يا رب العالمين. نرجع بقى لورد اليوم والحلقة خلاص نتكلم فيها على الأداء القرآني. معنا اليوم ورد من الآية 98 إلى الآية 101، نفتح المصاحف ونبتدي نقرأ الورد، وفي انتظار اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة تباعا للقراءة وتصحيح القراءة. ومن كان له سؤال في التجويد أو خاص بالآيات اللي بنقرأها
يرسل على الايميل اللي هيظهر برضو ايضا على الشاشه، صفحه الفيسبوك سلاج الندى ALM. نبدا ان شاء الله، هقرا ويا ريت تسمعوني كده وترددوا خلفي، وبعدين نبتدي نعلق على الاخطاء الشائعه في القراءه. الصفحه على القناه دلوقتي على شاشه القناه، يا ريت ايه اللي حابب يتواصل معانا. الاخطاء الشائعه كثيره جدا جدا في الايات، هنشوف دلوقتي واحنا بنقرا مع بعض. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دي الآية الأولى، أنا بحذر حضراتكم بس من البدء بيه، وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لكتير من الناس بيقف ويحتار يبدأ منين، فيقول إيه وجبريل وميكال، دي كده الواو تتحول لواو الإيه القسم، كأني بقسم بإيه، بجبريل وميكال فإن الله عدو للإيه الكافرين، فما ينفعش خالص. أوصل زي ما أنا وصلت كده، أصل الآية كاملة هو إيه الأولى. طب نتكلم على الأخطاء اللي بيسمعها. من كان عدو، ما اقولش من الزمرة دي، احنا اتفقنا خلاص ان مفيش عندنا في القرآن ايه الصوت ده، صوت ده قوي جدا. من كان عدوا، في ناس بتقول ايه عدو، ما تنفعش خالص، عدو عدو، ايوه. يبقى نبين الحركات دون ايه مبالغة، وما نفخمش المرقق، الكلمة كلها مرققة، ليه نفخمها؟ مفيش سبب للتفخيم. من كان عدوا لله وملائكته، ما تنفعش خالص، وملائكة ما تنفعش، وملائي عندنا همزة مكسورة، واحنا بينا قبل كده أولئك الملائكة الغايط، ده خطأ موجود ان انا ابدل الهمزة بياء، لان الكسر عندي ما بمكن لهاش، والهمزة او بمكن الكسره بشكل مبالغ فيه، الهمزه تضيع مني، فتبدل الهمزه بايه؟ بحرف من جنس حركتها اللي هو ايه؟ الياء. من كان عدوا لله وملائكته، ايوه كده، شفتوا؟ والله العظيم القران جميل. وملائكته ورسله وجبريل، الجيم عندي ساكنه محركه بالكسر، وجي ما عملش فيها، ما قلتش وجبريل، ايه جي دي؟ هي جي ولا جي؟ قول يا عم الشيخ، هي جي ولا جي؟ هي جي، جيب مش جي، اوعى تخلي الجيم سهله، بينا الكلام دوت في مخرج الجيم وفي الاخطاء الشائعه. مش هنقول طبعا الخطا التالي اللي هو جبريل، دي ما تنفعش خالص في القران. طيب معنا اتصال حاجه زينب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قلت والله حضرتك خليك تكمل شرح. لا لا لا، نسمع حضرتك إن شاء الله وهنكمل إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله في حضرتك يا رب. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله، لا عدي، لا ده من الأخطاء برضه اللي إحنا عايزين ناخد بالنا منها. عدو، أيوه عدو، مش عدي. عدو. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن لا ما جيبش يا بقى، بصي انت هتقرأي الورش طبعا، وميكائيل فإن الله، طبعا ما ينفعش نقول وميكائيل عشان ما يبقاش قول القسم، لكن انا بقول على الكلمه نفسها، ما جيبش ياء بعد الهمزه. حاضر. وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. 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 تمام. ولقد أنزلنا إلى
نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. ونوه برضو عن ان انا ما بداش اقول كتاب الله وراء ظهورهم تصلها بما ايه بما قبلها، لكن طبعا النفس ورش فيه مدود كثيرة. بارك الله في الحاجة زينب وفي قراءتها. اكمل بقى كلامي. يبقى ايه؟ من كان عدوا عدوا، دي خطأ، يبقى انا كده ايه كسرت الدال والدال ايه عدو، الدال ايه مضمومة. من كان عدوا لله وملائكته، ايوه كده، وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فان الله عدو للكافرين. شفنا الحاجة زي ما كانت تقول للكافرين في تقليل، في ناس بتقولها في حفص، لا خالص، انا اقول افتح الكاف للكافرين حتى لا اقع في تركيب ايه قراءة على قراءة. ندخل على اللي بعديها. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ينفع أقف ده؟ وينفع أوصل للآية كلها إيه على بعضها. ولقد أم إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. وفيك. وفيك الله بارك أم إبراهيم. الله يخليك وجعلك من أهل الجنة وأهل القرآن يا رب العالمين. آمين. والسامعين يا رب العالمين. وتكون مع العشر المبشرين في الجنة إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. تشرب شربة هنيئة فلا تظمأ بعدها أبدا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. ويعينك علينا يا رب. آمين يا رب. آمين آمين. ربنا يطمن عليك. ربنا يبارك فيك. اتفضلي حاجة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لا ما تموتش بقى، تمشي كويس قوي ان شاء الله عليك. وميكال فإن على طول. وميكال فإن الله عدو الله. الله عدو للكافرين. كويس. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها يكفر بها. ليه بقى مد بقى؟ ما احنا ما مدناش في الأول، ما مدناش في الثاني. بها مد في منفصل قبليها، ما انت ما جبتهوش، انت خسرتيه، فهي نقصر الاثنين المنفصل كله يا اما نوسط المنفصل كله. وما يكفر بها. هاتيها بقى من الأول بقى، هاتيها من الأول بقى ووسط المنفصل. ولقد أنزلنا. ولقد أنزلنا إليك. لا مدي بقى. أنزلنا. ولقد أنزلنا إليك. مدي شوية كمان، خليها عليكي. حاجة مبهيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كل لا مش أو. أول هو عليه فتحة. أو كلما. أيوة صح ممتاز. كلما عهدوا عليها عهد. لا أو كل. عهدا. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا أكثرهم. يؤمنون. أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. خلاص ده بقى مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك أم إبراهيم، النهارده كويس ممتاز. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. البركة في ربنا وبحضرتك. الله يرفع قدرك. ربنا يبارك فيك. نكمل كلامنا بقى. ولقد أنزلنا، ده اللي عندي ساكنة مقلقلة، يبقى أقول إيه؟ ولقد
ما قلتش ولقد انزلنا كده، الدال عندي راحت خالص، لان القلقله لو ما بانتش الحرف المقلقل بيبقى خلاص انتهى، ما يبانش خالص. ولقد ان ما تنفعش، ولقد انزلنا مد منفصل، اللي بيقرا بالقصر هيقصره، واللي بيقرا بالتوسط في المنفصل هيوسطه. يعني اللي بيقصر يقراها كذا، ولقد انزلنا اليك ايات مبينات، بينات، اليك ايات بينات. لكن اللي وهيوصل نفس الحكايه، ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. زي ما وصلت هنا وصلت. والمنفصل احنا بينا قبل كده حرف المد في كلمه اخر الكلمه والهمزه في الكلمه التي تليها، يبقى انفصل حرف المد عن الهمزه في كلمتي على طول، ده نسميه ايه؟ منفصل. هنا في 2 4 5 في روايه حفص، وناخد الحاجه زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ اشرف. اهلا بيك حاجه زينب، بارك الله فيك وفيكم الله بارك. ايه المفاجآت الحلوه النهارده دي؟ الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. اقرأ. اقرأي، اتفضلي اتفضلي حاجه زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ معهم ولا معهم؟ لما معهم؟ معهم. لا معهم مش معهم، معهم يبقى سكنا العين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ليه ما نقفش كده؟ كأنهم تاني. كأنهم لا يعلمون. ما شاء الله عليكي يا حاجة زينب، ربنا يبارك فيكي، ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. الله يكرمك، ما شاء الله. أخونا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك أستاذ مصطفى حضرتك؟ أه؟ استاذ مصطفى من اسكندريه. اهلا بيك يا شيخ مصطفى، اتفضل حبيبي، ربنا يرفع قدرك. انا ان شاء الله حافظ من الف لام ميم لحد بما كانوا يكتبون. طيب ابدا من اول الف لام ميم كده نسمعك. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، شيخ مصطفى، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شيخ مصطفى. مما رزقناهم ينفقون. مصطفى مش معانا خالص. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. شيخ مصطفى. نعم. بندهلك من الصبح، أنت فين؟ أنا لا حضرتك. سامعني؟ أه سامع. طيب أنا عايزين نقرأ القرآن بقى كده بشكل مختلف شوية، إيه رأيك؟ ماشي. طيب تقرأ ورايا كده؟ ماشي. يلا اقرأ وراي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ألف لام ميم. لا أقول زي ما بقول بقى، آه ألف لام ألف لام ميم. ماشي. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون. ينفقون. انت ما شاء الله عليك يا مصطفى، انت بارك الله كويس، بس فيك. انا حابب انك انت تتلقى القرآن على حد. الله يخليك. ما شاء الله عليك، ربنا الله. يحفظك يا مصطفى، بارك الله فيك. طيب نكمل بقى كلامنا. ولقد قلنا نبين القلقلة من؟ أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرة شيخنا الفاضل. الله يرفع قدرك أم أحمد، ربنا يحفظك. ازيك يا شيخ أشرف؟ في نعم والله والحمد لله. بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير والقناة بخير يا رب العالمين. وأنتم بخير، ربنا يحفظكم. وربنا يصلح حال مصر ويولي من يصلح يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين يا رب. النهارده برواية حفص إن شاء الله. برواية حفص؟ طيب. إن شاء الله. طيب ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الله بقى. ور نعم أوتوا نعم الكتاب. نعم بارك الله فيك. الله. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك. بارك الله فيك، مستمتع وخليك تخش بركاته. على الورد بتاع الحلقة القادمة، ربنا يبارك فيك. حاجة ام احمد، حاجة ام احمد النهارده بتقول انا هقرا بحفص، يعني لانها تقرا بروايات مختلفه، صلى الله يبارك فيها وفي كل من يتصل علينا ما شاء الله. نكمل بقى كلامنا. ولقد انزلنا، نون فاضيه جه بعديها زي، ما جاش بعديها لام ولا راء، يبقى في غنه على طول، غنه اخفاء. انزا ما نسمعش حد بيقول انزا او انزا ويفتح الفم كده ابدا، يعني خلي الشفتين قريبين من بعض مع ابتسامه بسيطه. انزلنا وطرف لساني ما يلمسش في اي مكان خالص. معانا الاستاذه سهام، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك استاذه سهام، اهلا بيك. كل عام وحضرتكم بخير. وانتم بخير. اقرا حضرتك؟ ابدا ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق لا فريق عارفة فريد؟ فريق 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 منهم الأكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. خلاص حضرتك بارك الله فيك. الورد انتهى. ربنا يبارك فيك أستاذة سهام، ما شاء الله النهارده القراءة طيبة جدا يعني من الجميع من كل من اتصل علينا. نكمل بقى كلامنا. أنزلنا، أيوه كده، بس خدوا بالكم من حاجة بقى، ما خليش اللام تخش في النون. ولقد أنزلنا ما تنفعش، أنزلنا أيوه كده تنفع، يبقى لازم أبين اللام وإلا تخش في النون على طول. ليه؟ لأن اللام والنون قريبين في المخرج وسهل جدا إن أنا أدخلهم إيه؟ في بعض. أنا بدخلهم إمتى في بعض؟ لما يكون ال للتعريف، بقول ايه؟ الناس، ما بقولش الناس، النار، ما بقولش النار، صح؟ يبقى اللام والنون كده قريبين بعض، لكن ده اللام لما تقابل ايه؟ النون وتكون في ال، لكن قلنا برضو دخلتها زيها بالضبط، ما تنفعش خالص. يبقى ايه؟ قلنا على طول انا اضبطها بحيث ان انا لا اقع في ايه؟ لا اقع في ادغام اللام في الايه؟ في النون. ولو ادغمت اللام في النون يبقى انا حذفت اللام وابدلتها بنون زائده في القران. حاج احسان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الحاجه الجميله دي؟ اللهم صل على النبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. ازيك حاج احسان؟ ازيك يا امي؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك. ربنا يبارك في الاسره الكريمه ويسهل الصعب على كل طلب يا رب. امين يا رب. امين امين. اللهم نجحهم جميعا يا رب ويسهل عليهم الصعب جميعا يا رب. امين يا رب. امين امين امين. اللهم نجح كل الطلب يا رب وما يضيع صعابهم ابدا يا رب. امين يا رب. امين امين امين. وولاد المسلمين وجميع ولاد الدنيا كلها يا رب. يا رب ينجح كل الطلاب. امين يا رب. امين. يا ريت مشاهدينا الكرام يأمنوا خلف الحاج احسان يعني. يا رب ينجح الطلاب كلهم يا رب. امين يا رب. امين. ابدأ ان شاء الله؟ ابدأ ان شاء الله. طيب ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا في عندنا واو. أوكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم خلاص ده الباء. مصدق لما معهم. مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك. ربنا يحفظك. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. آيات بينات. عندنا تنوين بالإيه؟ بالكسر. والتقى بعديه أتى على طول إيه؟ الباء. أي تنوين يقابله باء سواء بفتح أو بضم أو بكسر هنلاقي حركة واحدة موجودة والميم جنبيها كده. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنقلب التنوين ده الى ميم اللي هي مرسومه دي،
ونخفيها في الايه؟ عند الباء. يبقى الامر بالنسبه لنا خلاص عرف دلوقتي كده. يبقى ايات، بخفي الميم، ما بظهرش الميم، ما اقولش ايات كده من نظره الميم، صح ولا ايه؟ او ده خطا. ولا اعمل فرجه كبيره، ايات بينات، ما ينفعش خالص. ايات بينات، اخلي الشفتين قريبين جدا وكانهم هيتلامسوا، تمام. واحنا بينا قبل كده الامر دوت، وان في راي تاني يقول بان في التصاق بين الشفتين او اطباق، بس ايه؟ بدون جاز، ما في مشكله. لكن اطباق قوي جدا لاظهار الميم كده، ايات، هذا غير مقبول. وايات بينات، هذا برضو ايضا ايه؟ غير مقبول. وما يكفر بها، نيجي عند يكفر بها وتلاقي بقى ايه التعنتات. وما يكفر بها، ليه كده؟ تعملوا في نفسكم ليه كده؟ وما يكفر بها، بس لازم الهمس في الكاف يمشي مع الكاف. يكفر، يكفر، في ناس بقى تعمل سكته على الكاف يقول لك ايه يكفر، ما ينفعش كده. انا جبت الهمس بعد الكاف، فبالتالي الكاف ما طلعتش. لازم الحرف اللي الصفه تتحقق في مخرج الايه؟ الحرف. وما يكفر بها الا الفاسقون، ما تنفعش يا عم الشيخ. القاف المضمومه ناخد بالنا، ما ينفعش تنقلب الى كاف. والله قولوا، ايه قولوا دي؟ الفاسقون، ما تنفعش. قولوا الفاسقون، لازم القاف تبان وخلص منها الايه؟ الواو. الفاسقون، ايوه كده. ندخل على اللي بعد كده. طب ناخد حاجه نبيله وبعدين ندخل على اللي بعد كده. السلام عليكم حاجه نبيله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك، الله يرفع قدرك. ربنا يبارك في حضرتك ويجازيك عنا كل خير يا رب ان شاء الله. يا رب يبارك فيك، ربنا يحفظك. اقرا من ايه كام ان شاء الله؟ من بدايه الورد ان شاء الله. من كان عدوا لله. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. بقى ماشي كويس. وجبريل وميكال. وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما مش أوى 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 كلما أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم. ثاني، ولما جاءهم. حاضر. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم. مصدق لما معهم، مش عندك تنوين بالضم؟ معلش، ما قلت تعديها عشان كده. مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك، ربنا يحفظك حاجة نبيلة. الله يكرمك، الله يحفظك. طيب نكمل بقى كلامنا، نقرأ الآية بعد كده. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فريق منهم خطأ، وأنا دايما بقول لو واحد اسمه فريد بنقول فريد ولا فريد؟
بنقول يا عم الشيخ فريد ولا فريد؟ فريد. لكن نيجي في القرآن ونقول فريق، ما تنفعش، يبقى ايه؟ فريق منهم، ايوه كده. بل اكثرهم نبذ فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. خدوا بالكم بقى من الخطأ هنا، ان انا ممكن احذف الالف بعد لا. بل اكثرهم لا يؤمنون، دي مصيبة. انا بعمل كده ايه؟ توكيد. بل اكثرهم لا يؤمنون، هم اصلا ايه؟ لا، هنا نافية، لا يؤمنون. يبقى ايه؟ لابد من بيان الالف. بل اكثرهم لا يؤمنون، مش لا يؤمنون، والا هبقى بغير في مقصود الايه؟ مقصود الله في الايه؟ في الايه. اكمل؟ نكمل بقى. طب ناخد الحاجه فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاجه فاطمه. الله يخليك ويبارك فيك، حياك الملك. حياكم الملك، ربنا يحفظك. الله يخليك ويبارك فيك. أقرأ من أول كل من من أول ورد بقى إن شاء الله. معلش عشان لسه فاتحة دلوقتي. طيب، من كان عدوا لله وملائكته ورسله؟ الآية كام بعد إذنك؟ الآية 98 إن شاء الله. الكام؟ 98. 98 من كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عنده من عند الله مصدق لما معه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. بس ناخد بالنا حاجة فاطمة، معهم بس كده العين، مصدق لما معهم. نعم، مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك، بارك الله فيك، دي نهاية الورد. جزاك الله خيرا. الله يكرمك حاجة فاطمة، ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. ندخل بقى على الأخيرة إن شاء الله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الأخطاء الشائعة في الآية واللي بنسمعها من بعض إخواننا وأخواتنا حال قراءتهم للآية. ولما جاءهم، ايه يا عم فين الالف؟ الالف وقع منك ليه؟ بين الالف، بتركز في الغنه وضعت الالف.
ولما جاء، ايوه كده، لو اختلست من زمن الالف كانه ما بانش، مش هيبان معاك، ولو زودت زمنه هيبان ان انت زدت. ولما جاء، اقول لك لا دي مش ماشيه خالص، ما تنفعش كده، زدنا شويه. يبقى الامر ليه ضابط، ليه ميزان، ايوه ميزان المد الطبيعي. ولما جاءهم رسول، رسول ما تنفعش. ام ايمان، السلام عليكم ام ايمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم ام ايمان. ربنا يبارك فيك ومتعك بالصحة والعافية وعد عليك الأيام بخير يا شيخ أشرف يا رب العالمين. امين واياكم والسامعين. آمين يا رب، والمشاهدين وكل القائمين على هذا القناة المباركة يا رب العالمين. امين يا رب وعلي. العالمين. امين امين يا رب العالمين. امين. أبدأ من شيخ أشرف؟ نعم. أبدأ من إيه؟ تدفع كام وانا اقول لك؟ طيب اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى صلى الله الله عليه. عليه وسلم. طيب طالما دفعت بقى نقول لك بقى من الآية 98 إن شاء الله من سورة البقرة. ما بارك الله فيك، اللهم كل عند رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمته يا رب العالمين يا آمين رب العالمين. آمين. 98 إن شاء الله. من كان عدوا لله. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدت عهدا نبذها فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا. خلاص ده بقى مصدق لما معهم. وصدق لما معهم، لما معهم نبذ فريق فريق. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك، ربنا يحفظك أم إيمان. ولم معنا وقت قد إيه أستاذ عدنان؟ دقيقتين بس. طيب ولما جاءهم رسول، انا بس يعني عايز انوه عن حاجه للحافظ بقى للورد ده اللي فات ده كله. عندنا في الصفحه يعني الفائته عندنا مصدق فوق ومصدقا تحت، وفي الصفحه اللي احنا فيها ديت مصدقا فوق ومصدق تحت، عكسها يعني اللي بيحفظ، عشان احنا كتير مننا بيتلخبط في ايه، بيتلخبط فيه هل هي مصدق ولا مصدقا. تمام، هي طبعا الاصل فيها اللغه، لكن انا بتكلم على اللي ما يعني بيحفظ وما عندوش درايه كبيره بالايه، باللغه. يبقى احنا كده عرفنا ايه الترتيب. ولما جاءهم رسول، ما تنفعش رسول بالسين، ليه تخليها بالصاد؟ هتغير الكلمه. دقيقتين فاتوا بسرعه كده. ماشي يا زعلان، يعني بيقول اختم، ويعني انا كنت سعيد بلقائي بحضراتكم، وباذن الله تعالى يوم الخميس نستكمل الكلام عن انواع حجر القران، ويوم الثلاثاء القادم كما يعني نوهت لحضراتكم ان معنا الشيخ الفاضل الجليل الشيخ عادل الفنجري في لقاء خاص نتكلم فيه ونتحاور معه في الكلام حول دوره اهل القران لهذا العام، والدورة ديت فيها خير كثير جدا جدا. ليه أسئلة عن الدورة، ليه أسئلة عن المكان، ليه أسئلة عن كل ما يخص الدورة، يتصل علينا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، ومعنا الشيخ عادل الفنجري. يعني في نهاية الحلقة بشكر كل من اتصل عليا، وبشكر كل من شاهد هذه الحلقة، وشكر خاص لفريق العمل في هذا البرنامج، وعلى رأس فريق العمل في هذه الحلقة مخرجنا الجميل أخونا عدنان.
صلى الله وبارك فيه وفي فريق العمل معه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز تتعلم أحكام تجويد القرآن؟